بقى عن دور زمايلك في المنتخب واصرارهم ان انت تكمل معاهم مشوار الجابون 2017. ده كان حاجة صعبة عليا طبعا، اللي انت في الوقت دوت كنت انت محقق حاجة في المنتخب، حاجة كويسة، والناس كلها زي ما بتقول اللي انت كنت ليك نسبة كبيرة اللي انت مصعد المنتخب مصر والكلام ده. بيبقى احساس صعب عليك جدا اللي انت تروح البطولة ومش بتشارك. ده كانت بالنسبة لي صعبة عليا جدا. طبعا اللعيبة كلها اصرت ان انا اكون موجود معاهم، كنت طبعا انا ضمن القائمة ال 24، انا ما كنتش موجود. طبعا لظروف حصلت ان انا كنت مشيت من نادي الزمالك رحت النادي المصري، ما شاركتش بشكل دايم يعني. طبعا بيبقى انت صعب. مقتنع بالاسباب دي ولا حسيت انك اتظلمت في لا لا الوقت ده؟ اتظلمت جدا يعني، انا اتظلمت. واحد من الناس اتظلمت جدا 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 في الفترة اللي انا قضيتها في النادي المصري. 4 شهور قضيتهم، كنت شايف ان انا مش اخد حقي بشكل كبير. غريبة، انت ابن بورسعيد. اما انا وانا اخترت بورسعيد عشان كده يعني، انا اخترت النادي المصري لما جيت مشيت من نادي الزمالك. اخطأ يعني، جالي عروض كتير وجالي اكتر من حوالي والله حوالي 7 أندية او 8 أندية، والرغم من كده اخترت النادي المصري اللي هي بلدي. وانا بقى كنت يوم من الايام كنت نفسي العب في النادي المصري، برضو كان حلم لاي لاعب اللي هو لعب في النادي المصري وكون انت ابناء ابناء بورسعيد. ما فكرت. لو هتشاور بايدك على شخص بعينه هو اللي ظلمك، هو اللي سبب ان انت كنت مستبعد من انك تكون موجود مع زمايلك في المنتخب في مشوارهم في الجابون 2017، هو يعني مين السبب؟ انا مش هقول لك هو سبب مش شخص واحد، هو في كذا حد يعني. انت طبعا اول حاجه ظلمني هو الجواب اللي طلع من النادي المصري للمنتخب لاتحاد الكوره، ده اول حاجه ظلمتني في اللي انا ما كنتش مضمون في النادي في منتخب مصر. القرار ده عمره ما يطلع الا من مجلس اداره او مدير فني. انا شايف يعني ديت كانت النقطه التحول اللي انا ما كنتش موجود في المنتخب يعني. في جواب طلع من النادي المصري اللي انا ما كنتش، ازاي انت تضموا لعيب ما بيتمرنش معانا، ما مش مشارك معانا، ازاي انت تطلع جواب ده زي ده؟ كان محتوى الجواب اللي اتبعت لاتحاد الجواب الكوره. ومعايا بالنص ومعايا صوره الجواب ومعايا كل حاجه يعني. انا فوجئت ان انا داخل بوابه المنتخب. انا كنت الفتره دي في النادي المصري بشارك معاهم، مشارك التدريبات. فوجئت ان انا مشيت من المعسكر الساعه 1 بالليل. كابتن حسام قال لي انت مش موجود معانا وخلاص، شوف العرض اللي انت عاوزه. اتمرنت. كنت انا ساعتها في الفتره ديت كنت في قائمه المنتخب، من ضمن الناس اللي هي موجوده في قائمه المنتخب بتاعت امم افريقيا. الحمد لله اتمرنت اليومين دول بره النادي المصري، بس كنت مع مدرب الاحمال في النادي المصري. وبعد كده رحت ثالث يوم اتضميت على المنتخب. كنا في التريمف في صلاح سالم، داخل البوابه عادي واخد شنطتي وداخل، فوجئت بالكابتن محمود فايز وكابتن اسامه نبيه بيندهولي. يقول لي ايه الجواب اللي مبعوت فيك ده، انت ما بتتمرنش مع الفرقه؟ قلت له لا استحاله، انا موجود وبتمرن والكلام ده، بس الكابتن حسام حسيت ان انا مش بشارك. طلبت ان انا اخد فرصتي في حته تانية، جه قبل ماتش الاهلي قام يمشيني. انما انا الحمد لله بتمرن وجاهز وكل حاجه، بس قال لي انت موعود فيك جواب اللي انت ما بتتمرنش ومنقطع عن التدريبات وغير ملتزم، كلام بقى مش عاوز اقوله وعيب اللي هو طب يطلع. خليني برضو اسالك، انت ساعتها حسيت مين اللي ظلمك؟ النادي المصري وادارته وكابتن حسام حسن، ولا برضو ان ما فيش حد ساندك في المنتخب وفي اتحاد الكوره يعني؟ المفروض اول حد يساندني هو النادي المصري يعني. اول حد يساندني، انا مش هتكلم عن المدير الفني دلوقتي، انا اول حد يساندني ان انت ازاي تطلع جواب موجود من النادي المصري وعمر جواب ما يطلع لما يكون حد من مجلس الاداره مضى عليه. الجواب ده طلع ازاي؟ انت بتضر ابن بلدك يعني، انت ابن بلدك ده يعني شرف لاي حد اللي يكون لعيب عنده لعيب من المنتخب. صحيح. عنده وبتشرف بلدك يعني، ده حاجه كويسه. صحيح. انا المشاركه شايف مهمه جدا، المشاركه مهمه جدا, جداً. وانت في ذات الوقت يعني هيقول لك ابن بورسعيد يعني، لو ربنا كرمنا واخدنا البطوله لحماده فانت طوبة. بتلوم على اداره المصري. انا بلوم على بورسعيد. اداره النادي المصري، بس اداره النادي المصري لا تقرير من مين؟ من المدير الفني. انا شايف المدير الفني وصل لهم صوره مش حلو علي. تمام، بس كان ممكن ما يبعتوش الجواب ده برضو. ممكن، انا ما اعرفش هو الجواب ايه اللي حصل وبرضو فيه. كان ممكن اتحاد الكوره ما ياخدش بالجواب ده، ولا هيكتور كوبر اللي لا شافك انت عملت لا ايه. ما انا برضو هجيلك في النقطه مستر كوبر. مش عاوزين برضو ليه مستر كوبر. انا زي ما بقول لك الجواب ده كان غلط اللي هو يطلع من النادي المصري ومن مدير فني كبير، ومدير فني لعب منتخبات وكان حلم حياته اللي هو كان موجود في النادي الاهلي لفتره طويله. وانت عارف يعني ايه منتخب مصر ويعني ايه كاس عالم ويعني ايه امم افريقيا، كان حلم بالنسبه لي. طبعا اللي انا ما شاركش مع المصري بشكل دايم ده ياثر عليا طبعا في المنتخب بنسبه كبيره. ليه؟ المنتخب عاوز اللاعب الجاهز، اللاعب اللي هو بيشارك. صحيح. انا كنت بشارك على فترات. كان مستر كوبر دايما طول الوقت بيتكلم معايا هو محمود فايز، يا طلبه انت بتتكلم، انت ما بتلعبش ليه؟ انت ما بتشاركش ليه؟
انا مش من جواتي ولا مقتنع ان اللاعب يروح يقول للمدرب الفني انا ما بلعبش ليه. لا انا اشوف ممكن المدرب الفني يقول لي انت ناقصك ايه انا ازود عليه. انما مش لكن انت مش من شخصيه اللعيبه اللي بتقول انا ليه مش بشارك. لا 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 عمري حتى لو حاسس انك مظلوم. لا انا ابذل كل احسن حاجه عندي في التدريب واطلع احسن حاجه عندي. خليني اقول لك برده ان في مدرب استحاله يقتنع بلاعب لو عمل له ايه في التدريب. معلش بس انت بقى انت بيبقى انت رضيت بينك وبين ربنا اللي انت طلعت اقصى حاجه عندك في الملعب وشاركت في الملعب وطلعت اقصى حاجه. ليه برضو انا برضو بتحسبها من ناحيه تانية. انت بتحسبها اللي انت بتبقى اخد فلوس من النادي واخد عقد من النادي فده حقهم عليك. ده حقهم عليك اللي انت تتمرن. صحيح حته المشاركه دي انا ماليش دعوه بيها خالص. دي مدير فني وليه وجهه نظر. انما لما انا طول الوقت ما بشاركش يبقى ليا الحق اللي انا اطلب اللي انا اخد فرصه في حته تانية. انا شايف لما انا طلبت اتضريت. يعني لما طلبت اللي انا اخد فرصتي في حته تانية. طب لو ترجع بالوقت كده لورا تقول يا ريتني كنت قلت لا انا عايز العب بدل ما اقول انا عايز امشي. لا لا عمري استحاله. ده خلي بالك انا هاجي لك في نقطه تانية برضو. جيت معايا مع الكابتن حسام وكل الناس شايف كانت تجربتي في بيراميدز. يعني دي نفس التجربه معايا في النادي المصري. انا رحت بيراميدز. مش عاوز اطلعك بره الموضوع بس هنجي لها. اللي انا انت مشيت قبل باب القيد ما يتقفل بيوم واحد. بيوم واحد يعني. أنا لو يعني قبل القيد بيوم كانت الحركه بتاعت التنقلات كانت خلاص اخر لسه اخر يوم. كابتن حسام مشى بعد كده بعدها بيومين ثلاثه يمكن بيومين ثلاثه. انا كنت عاوز اخد القرار ان انا امشي في امشي من بيراميدز اروح اشارك برضو معنيه برضو. وانت برضو اللي طلبت ان انت تمشي. انا طلبت ان انا امشي وطلبت الرحيل مع ان كابتن حسام كان يعني عاوز نقعد وعاوز نبقى موجود. بس انا عارف المعامله هتكون ازاي. انا مهما طلع اقصى حاجه عندي انا مش هشارك. صحيح خلي بالك برضو هي اللعيب بيبقى حاسسها يعني. اي لعيب بيبقى حاسس ولا يلعب.